الشوط الاول كنا خارج الاطار تماما، ما خلقنا حتى فرصه للتسجيل، يعني ضيعنا عده كرات سهله سواء من الخلف سواء في الوسط سواء في الامام. ظننا باللي من الناحيه الهجوميه كنا غايبين ضد فريق اللي يلعب بحصانه دفاعيه تقريبا خمسه مدافعين. العموم الشوط الثاني حاولنا باش نظموا شويه الصفوف تاعنا، كنا خير يعني احتفظنا بالكره خير، حاولنا نخلقوا فرص وجاتنا ربما نقول باللي في الشوط الثاني اقل شيء نقول انا اقل شيء ثلاثه فرص، ما نذكرش اسماء اللاعبين اللي كانوا ربما يسجلوا الاهداف. On a raté la victoire parce que vu le nombre d'occasions, الشوط الاول الفرصه تاع بوغاش وجه لوجه، وفرصتين يعني ثمينتين في الشوط الثاني تاع يونس، واحد داخل رجع الحارس والثانيه باعجوبه احنا شفناها في الشباك. تروز اوكازيون ستاتين نت ا سكوري ابري اون ريزيستي بيان ديرير. احنا جينا لقسنطينة باش نديرو نتيجه ايجابيه سواء ماتش نيل ولا ربحه، الحمد لله يعني النتيجه هذه ساعدنا ان بوان. احنا كما يقول لك كما شفتوا المقابله كامل احنا راطينا المقابله هذه كانت في يدينا. احنا جينا باش ندو لي 3 بوان، ربي ما كتبش لنا نقطه، ان شاء الله تخلي لنا المعنويات مرتفعه ان شاء الله الباقي تاع الشامبيون ان شاء الله. كما شفتوا اليوم وين جينا بنيه الفوز الحمد لله اونيتي على اوتور، وين كما نقول لك ضيعنا الفوز بارابول لي زوكازيون كوناي، بصح الحمد لله نقطه يعني ترضينا بارابول لو ليدر. اليوم لعبنا كونت لو ليدر، نشكر جمهور شباب قصتنا اللي كان فير بلاي اليوم، نشكر الانصار تاعنا ثاني اللي كانوا اوفورس اليوم عاونونا.